Wayne. He had the open shot. The BF of the state is going to say it was Sajel Wayne. Walter Hutch. بين قلطابة لجهة عزيز عبد المسيح يلي بدوره بيخترق السلة ومسجل والتر هاتش ببرر لتشات قد ذكية مقطوعة من والتر هاتش بيعمل ستيل بيروح all the way والتر هاتش خطر بالتسديد المسافات البعيدة والتر هاتش ما رح يخليه يتهنى فيها الثاني الثلاثية لفريق وا لا 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 وين وين ما حدا قدر وقفه اخترق السلة لحاله وسجل بطريقة استعراضية تحت السلة وين عم يستلم اعترض البلوك من اسماعيل احمد لكن وين عم بتابع وهالمرة من ايده الشمال عم المباراة تسع نقاط لنجم فريق الرياضي والتر هاتش عم يسجل نقطة الثامنة وهون الشرطوري عم يعمل كنترول ستيف اللي عم جامعة ماركات والتر هاتش بمرر التسديد الثلاثية بسجل عزيز عبد المسيح والتر هاتش عم يخترق والتر مش معقول المحاولة مقطوعة كمان من والتر هاتش اللي بمرر لا 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 I love this game أرفن موريس والتر هاتش عم بيضج الدنيا بملعب غزير هيدي السنة الاستعراضية اللي عم يسجلها أرفن موريس تسديدة ثلاثية بسجل جوزيف الشرطولي عم بمرر تحت السلة صراع على الطابة على أبي برو بسدد مش معقول على قد الأرناؤوط بدق على قلبه مارك جرب يلعب على السلة بيعطي تحت السلة والسلة مكتسبة لأرفن موريس بمرر لوين تحت السلة حلوة كتير التمريرة السيسية والتر ووين عزيز من مسافة متوسطة بسجل عزيز عبد المسيح دفاع منطقة نديم بسدد على الأرض نديم سيطر بدفاع المنطقة بأوت سايد جيم نقطة الخامسة والتر هاتش كمان بيخترق والتر هاتش والتر هاتش بأي طريقة عم يسجل نقطة ال 18 لقطة بالإعادة كيف استعمل إيده الشمال شارل ديفيد بوش دفاع المنطقة وين تحت السلة بيحاول يعمل السمك بيرجع بيرد لبرا لوين اللي بياخد تسديد الثلاثية لاعب مميز لاعب مميز شارلز بيعطي التمريرة عم يلعب فريق الحكمة الحكمة مميز الحكمة عم يلعب كفريق بكل معنى الكلمة التمريرة الحاسمة بالإعادة فاست بريك والتر هاتش بمرر والغنطوس أرفن موريس تسديد الثلاثية بسجل أرفن موريس والتر هاتش والتر يبرم والتر مش معقول انت شو يا والتر يا هاتش والتر هاتش بفضيله لسعيد يلي بسدد عن الارك ولسعيد عم بسجل عن الارك مع الخطا يعطي عزيز عزيز بيخترق عزيز عبد المسيح بدل فينش ارفن موريس بيخترق ارفن بسجل ارفن موريس نقطه التاسعه بمرر لارفن يلي بسدد على الارض ارفن موريس عم بسجل 84 مقطوعة من ارفن موريس يلي بروح على السلة اي لاف ذيس جيم ارفن موريس ارفن موريس عم يطلع على الشرطوني يلي بسدد بسجل على الارك الشرطوني الريباوند لصالح ارفن موريس يلي كمان ما عم ينجح تحت السلة بالقوة بالقوة عم يسجل الشوت الثابت للسلة أرفن موريس and one لأرفن موريس 16 نقطة لأرفن والمباراة عم تنتهي بفوز فريق الحكمة الحكمة عم يفوز بالمباراة بنتيجة 97 95